استوديو اليوم خارجين باش نطالبوا حقنا حقنا واللي هما يحبوا يفكوهونا بالرغم من القانون ضمن لنا حقنا اللي هما جايين من شهور قديمه يحبوا ينحيونا خاطر كان اليوم بداو لنا بالماكله وكل شيء شوف قدوا على شنو باش تعديهم جيل دو غواد اتخ ديفيرون راه شو شعارات نتاع الوقت اليوم شعارات عندنا لهنا جيل دو غواد اتخ ديفيرون خاطر تو سامبلومون تونس دوله يعيشوا فيها الناس الكل يهود مسيح مسلمين اتي ما عندكش حق باش تفرض عليا اي حاجه Ah!
ساندوا في الشبيبه اللي تحارب في داعش لانهم يحبوا يبنوا مستقبل تونس بالمجد، مش تونس السمساره، تونس الحوافه، تونس الفساد. هذو هذايا انا جيت نساند فيهم وكاو قد عنا في الماضي انا، هذا من المستقبل. واللي شادين السلطه بدويين كلهم، كلهم اخوانجيه، اللي مع ابن تيميه، اللي مع ابو قريبه، اللي مع ماركس، اللي مع بن علي، كلهم ناس موتى. هذم ناس اللي يحكموا فينا، ناس معتمدين على الناس موتى، ما عندهم حتى نظره للمستقبل، يعني مش عايشين بالواقع. ها هم المستقبل، هذوما يحبوا يدافعوا على مستقبلهم وعندهم الف حق. احنا ما خلينا لهمش تونس باهيه، خلينا لهم تونس فيها مبيوعه، تونس فيها الفساد، تونس منخوره، خلينا لهم ورثه كلبه. الله يعاونهم، هذه المشكله، هذه الحقيقه. العباد اللي تحب تصوم اللي تحب تفطر معناها مش بالسيف، معناها مش كما صارت حمله، معناها تسكروا في القهاوي واحد، معناها حقيقه، معناها الحريات الفرديه حق مش مزيج. تسكير القهوي كونتر تسكير القهوي في المطار، مش صارت حاله نتاع واحد نتاع توقيف على خاطر ما صار في حياته، ما صاروا معناها خرجوا العباد بالقوه، معناها خرجوا العباد بالقوه من سكروا عم تحلوا الحق الحريه حق مش مزيد. شفت تاع باركور عملوا شو اللي صار من السنين؟ السنين فما برشا. فما شكون قال؟ نو منير بيان سور ها هو. فوالا. يا حكومة الدستور طبق طبق الدستور، يا حكومة الدستور طبق طبق الدستور، يا حكومة الدستور طبق طبق الدستور، يا حكومة الدستور طبق طبق الدستور.
اليوم في وقفة متاع مش بالصيف اللي منظمتها جمعية المفكرين الأحرار، حضروا عبيد من الجمعية وزيادة من الحراك من المجتمع المدني باش يدعيوا إلى إلغاء منشور المزيلي اللي توقع يطبق فيه وزير الداخلية اللي يعاقبوا العبيد اللي يفطروا في رمضان علنيا ولا زيادة يتحكم في المشاريع اللي يتمس من اقتصاد البلاد زيادة في السياحة اللي هي قهاوي ومطاعم ورسترونات ونطالبوا في حقنا وحريتنا مش أننا نتصرفوا كما الأيامات العادية الكل ومش أنه العبيد ذوما اللي منعرفش يقولوا عليهم أقلية بحجة أنهم أقلية ما يبدلوش من روتين متاعهم اليومي على خاطر عبيد أخرى سبوزي الأغلبية. قاعدة في تونس بلادي عندي الحق بصراحة تفاجأت برشا حجم الحضور كان باهي جاو يعني برشا كانت ناجحة خير من عمناول في رأي قاعدين نقدموا أكثر وأكثر وهذه يعني حريات والحرية راهي تشمل الناس كل حتى اللي مش عاجبه الوضع بتاعك انت توا زادت تشمل الحرية الحرية هي يعني أهم يعني مكسب خذيناه ولازم نحافظوا عليه وهذاك ما عندنا وكو شو نقول لك مش حاضرين نحب نقول احنا كي نقولوا نفعلوا مانيش عباد باش نوخروا التالي ولا يجي مجرد غير تافه يدعي انتمائه لتلويح التيارات التقدميه يخرج حكايه كيكا يحب يكسرنا فيها في الوقت نقولوا نفعلوا وفعلنا قدام العباد الكل. اليوم بالضبط اسكو تصور اليوم الوقفه باش تبدل حاجه في القانون ولا نتصور شوية على خاطر عملناها عمناول وما عملتش برشا تأثير وسنة تعلمنا نفس الحاجات نتاع عمناول بالعكس السنة زادت كثرت أكثر وإن شاء الله نجم نتقص على مريم ولا تقول لي ما تعرفش اللي ظلم حرام في تجهيز ايش سميت احنا جايين هنا
باش نطالبوا بالغاء منشور المثالي على خاطره يعتبر اعتداء على الاقليات الدينيه، وانا كمواطنه كامله المواطنه في بلادي من حقي اني نطالب بحريتي الفرديه على خاطر نعتبر اني مش من حق اي رقابه دينيه والا وصايه ايديولوجيه تتسلط عليا باسم الاغلبيه معناها تحت مسمى القانون، بينما الدستور يضمن لي حقوق وحريات. لا مستهى بالله يا مين يبقى نص ساعه باش نحرك وقت تقضي الساعه باك بعد المنيف ليه؟ الشعب ماهوش مهتم. على خرجت انت منه؟ شلون؟ علاش خرجت؟ باش نعبر على رايي. خرجت صاحبك بالسيف؟ لا لا. معناها واحدة لا. مالها شو مالك؟ حتى حد ما يخرجك بالسيف، مش بالسيف. بالسيف. خرجت مش بالسيف، بالسيف. لا لا، حبيت نخرج. هو قاعد يعمل لي في انترفيو توا. هو الناطق الرسمي باسم فولا. وري واش بالسيف باش. وري واش بالسيف. اليوم؟ عملنا برشا حاجات صبا مزيانين. أزرق. أعطيني الخلاصة. الخلاصة اليوم الوقفة ناجحة، وزارة داخلية وزارة فاشلة. محلينك أهو. تونس متاعنا الكل. لا وهدوا الروح صالح الزيني. وديدي كاس سيدنا محمد.